القائمين على هذه المباراة نادي كاظمة وأيضا كل المسؤولين. حقيقة بداية المباراة مصاقر عبد الرضا القادسية يحاول ياخذها آيرة كلارك إلى البحر، البحر إلى الفضلي عبد العزيز إلى أحمد المطيري، المطيري مع الكرة، المطيري وضيع منه الكرة، المطيري وفاول على 11 أحمد المطيري وأول فاول في المباراة، أول فاول في المباراة، الكرة لمصلحة الغدسية. فهاد السبيعي مع الكرة، فهاد السبيعي حاول يمر، السبيعي يمررها إلى صقر عبد الرضا الغدسية، صقر إلى جيمس، الكرة مقطوعة، المطيري شوف يمررها مرة ثانية إلى البحر ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية فريق القادسية، عبد الله الصراف وما يسجلها، هنا مرة ثانية تشوف جيمس ويليام فاول كرة أوت لمصلحة نادي القادسية، والحكم الدولي القطري محمد السبيعي، كرة مع جيمس ويليام إلى فهاد السبيعي الغدسية مع الكرة، مباراة كنا مهمة وكل فريق يفوز، الفريق اللي يفوز راح يوصل طبعا يكون قريب لبطولة الدوري. الصراف عبد الله الصراف وأول نقطتين في المباراة عن طريق عبد الله الصراف لاعب الغدسية والمنتخب الوطني بعد عودته إلى الملاعب والصالات بعد ما غاب موسم كامل غاب عبد الله الصراف في هذه طبعا السنة. هذا عبد الله الصراف بعد عودته حقيقة سالم معافى من العلاج، وأيضا الفاول الثاني على أحمد المطيري. عبد الله الصراف راح يعطي فعلا قوة لفريق نادي القادسية. حقيقة القادسية خلال هذا الموسم خسر عدة طبعا مباريات وبسبب إصابة عبد الله الصراف. كرة مرة ثانية مع صقر عبد الرضا يحاول يحط له ثلاثية ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية، فاول على عبد العزيز الحميدي لاعب نادي القادسية، أول فاول على القادسية والكرة مع راشد رياض إلى آيرة كلارك يحاول يمر آيرة، وفي رانج في دبل دريبل يصبر الحكم الدولي القطري محمد السبيعي، يقول في رانج لمصلحة نادي القادسية. تشوف هاي كرة آيرة رانج، كرة مع فهاد المنير إلى صقر عبد الرضا، صقر مرة ثانية للحميدي الغدسية إلى فهاد إلى جيمس ويليام يحاول يمر يحط له، شوف نقطتين جيمس ويليام يحط له نقطتين للغدسية، جيمس ويليام شوف الأمريكي يحط له نقطتين، والكرة فاول لمصلحة نادي الكويت، فاول لمصلحة نادي الكويت. شوف الكرة هنا، حاول يمر الرباح، فاول على صقر، فاولين على ايضا لاعب الغدسية، وايضا شوف مرة ثانية الكرة لمصلحة نادي الكويت، الكرة شوف الحكم الدولي القطري جاسم نظر يأشر يقول الكرة لمصلحة نادي الكويت. مباراة قلنا مهمة بين القادسية والكويت، اللي راح يفوز راح يكون قريب على الكاس، قريب على بطولة الدوري للموسم الرياضي 2007-2008. القادسية فاز في المباراة الأولى على الجهرة 78-72، والكويت فاز على الساحة 99-89 وتحت السلة. حاول ياخذها جيمس ويليام، صقر عبد الرضا مع الكرة، حاول تطلع الكرة
اوت اوت لمصلحة الغاتسية، اوت للغاتسية، اوت لمصلحة نادي الغاتسية. صقر عبد الرضا، صقر عبد الرضا الى جيمس ويليام المطيري، المطيري معك يحاول يسجل ما يسجلها. عبد الله المطيري لاعب نادي الغاتسية، شوف فيها اثنين المطيري، عبد الله المطيري لاعب نادي الغاتسية واحمد المطيري لاعب نادي الكويت، هذول اخوان اخوان، عبد الله المطيري لاعب الغاتسية واحمد المطيري لاعب الكويت. واحد يقول شلون اخوان في كل نادي، نادي الكويت نادي الغاتسية، خلاص كل واحد يحب ناديه وكل واحد يلعب اللي ناديه، ما في اخوان بالبيت لكن بالملعب مو اخوان، ما في، كل لاعب يبي يفوز. احمد المطيري يبي يفوز للكويت، وعبد الله المطيري يبي يفوز للغاتسية. وكرة فاول على راشد، فاول على راشد الرباح، فاول والحكم الدولي الغطري محمد الاسباعي، شوف حاول يمر فهد لكن فاول على راشد الرباح. فهد الاسباعي، الاسباعي الى الصراف، الاسباعي الى عبد الله الصراف، عبد الله الصراف ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية البحر، البحر إلى آيرا كلار، أحمد المطيري، أحمد المطيري يحاول يمر على السلة ويشيلها جيمس ويليام، ياخذها مرة ثانية وفاول على عبد الله الصراف، فاول على عبد الله الصراف، والحكم الدولي البحريني فاضل كركدوش، فاضل كركدوش، وإشارة واضحة ويقول في فاول على عبد الله الصراف، شوف فاول هني وشيلها جيمس ويليام، هني يشيل الكرة جيمس ويليام، الكرة مع آيرا، آيرا كلارك حاول يمر، آيرا كلارك على السلة، آيرا ما يسجلها، ياخذها جيمس ويليام، جيمس إلى صقر عبد الرضا، يحاول يمر ويطوف ويمر ويمر، الله وتضيع من صقر، تضيع كرة سهلة من صقر عبد الرضا، ياخذها آيرا، آيرا إلى المطيري، أحمد المطيري إلى البحر، يحيى البحر وما يسجلها، ياخذها مرة ثانية جيمس ويليام، إلى صقر عبد الرضا إلى الصراف. عبد الله الصراف يحاول يحط له ثلاثيه، الصراف وماشي معه لحد الان، وماشي مع الصراف، وصاقر عبد الرضا الى الصراف، عبد الله الصراف وما يسجلها، ياخذها مره ثانيه الفضلي، الفضلي الى الرباح، راشد 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 الرباح، فاول فاول على صاقر عبد الرضا، فاول الحاكم الدولي البحريني فاضل كركدوش، واشاره واضحه، واربعه الغاتسيه لا شيء الكويت، وباقي خمس دقائق واثنين واربعين ثانية، يعني شوف اربع دقائق وثمانتعش ثانية الكويت لحد الان مو مسجل ولا نقطة، نادي الكويت مو مسجل ولا نقطة لحد الان في اربع دقائق وثمانتعش ثانية. رميتين لمصلحة راشد الرباح، لا الكويت، راشد الرباح يقدر يسجل النقطة الاولى للكويت، راشد الرباح الرمية الاولى، راشد وتضيع ايضا الرمية الاولى، تضيع ايضا الرمية الاولى من راشد الرباح، راح يرمي الرمية الثانية، راشد رياض الرباح، راشد الرباح وايضا تضيع الرمية الثانية، ياخذها صقر عبد الرضا، صقر عبد الرضا مع الكرة، صقر مررها الى ايريك، ايريك فيلد، ايريك فيلد مع الكرة، الغاتسية ايريك فيلد اللي هو قلنا يلعب كان لنادي الريان القطري في بطولة آسيا التاسع عشر اللي قيمت في الكويت. إيريك يمررها إلى محمد سالمين، صقر عبد الرضا، صقر على السلة، صقر إلى المنير، فهد إلى المطيري، عبد الله المطيري ما يسجلها، ياخذها الفضلي، الفضلي إلى شوف راشد، راشد الله، وتضيع أيضا كرة سهلة، وتضيع أيضا كرة سهلة من راشد الرباح. خمس دقائق شوف الكويت مسجل ولا نقطة، خمس دقائق كرة سلة، كرة سلة خمس دقائق فريق ما يسجل ولا نقطة، طبعا مستحيل ما يصير، لا منو فريق نادي الكويت، فريق نادي الكويت ثالث العرب، الله وصقر عبد الرضا يحط ثلاثية، صقر عبد الرضا شوف هذا صقر عبد الرضا يحط ثلاثية أيضا للغاتسية، والكرة فاول، فاول على عبد الله المطيري، سبعة الغاتسية لا شيء الكويت، أربع دقائق وسبعة وثلاثين ثانية، شوف أربع دقائق وسبعة وثلاثين ثانية